الراحل المقيم إبراهيم عوض، تحية لأسرته الكريمة. وده برضو واحد من النماذج الجميلة في إنه الفنانين الكبار أطربوا الشعب السوداني، وكانت هنالك مواقف وتخطيط للفن السوداني وللارتقاء بالفن السوداني، وكانوا سفراء ما بين السودان وعدد كبير من الدول، وكانوا لهم إسهامات كبيرة بنشر الفن السوداني والموسيقى السودانية في عديد الدول العربية والأوروبية. فيهم من فارقنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يتقبل قبول حسن، ولكن هنالك الموجودين الآن وبعيدين من الساحة ومهملين إهمال كبير، فاقدين جمهور وفاقدين ناس وفاقدين اللي إحساسهم بالحياة. ناس الفنانين ناس مرهفين وإحساسهم عالي، الكلمة الصغيرة بيتأثر فيهم، والتصرف الصغير ممكن يكون عندهم له معنى كبير. يا ريت أخواننا الفنانين الشباب والجيل الواعد كله في إنه يعلن مبادراته في إنه يسجل زيارات نصف شهرية للفنانين الكبار المتقاعدين الموجودين في بيوتهم، ينفض عنهم الغبار ويحيوا ليلات وسهرات معهم في منازلهم، حتى إنه يعيدوا لهم إحساسهم بالحياة وإحساسهم بالتفاصيل اللي حواليهم. كثير من الفنانين الآن هم طارحين الفراش، والشباب الآن يمكن بيتغنى بأغنياتهم كسب منها الكثير الكثير. ما عايزين نشخصن الأشياء ولا عايزين نقول فلان بيعين، ولكن نتذكر إنه الخير اللي انت فيه قد يكون سببه واحد من المحتاجين الآن لك لكلمة واحدة. الحوجة معنوية أكثر من هي مادية، والحوجة للتعامل الطيب وإعادة الحياة جواه أكثر من أنه تديه قروش أو تدعمه. لكن برضو بنقول الدعم مهم في أنه إذا كان الزول عيان أو كبير في السن ومحتاج لمتابعة أو محتاج لي كيس الدواء، محتاج توفر له حاجات توقيه وتحمي صحته، ماله نساهم نعمل له. لكن شوفوا وجربوا، لو اجتمعتوا شباب فنانين مع بعض ومشيتوا لواحد من الفنانين الكبار المتقاعدين الآن أو طريح الفراش وأحييتوا أمسية غنائية جنبه، أو قضيتوا معاه سهرة وشربتوا معاه كوباية شاي وحكيتوا ليه وتونستوا معاه، شوفوا الحاجة دي أثر بيكون عليه كيف. قد لما تدخل ممكن يكون راقد في السرير وتعبان، وانتوا طالعين من البيت ممكن يقدمكم لحد باب الشارع، بيكون عليه وقعوا عليه وعليه إحساس كبير ومختلف. خلونا نجبر خواطر بعض، خواطر أهلنا، خواطر كبارنا، عشان ربنا يجبر خاطرنا في ظل هذه الظروف الصعبة جدا اللي احنا بنمر بها وبنمر بها البلد بأكمله. معي هاتف من المملكة العربية السعودية، محمد النعمة سالم. محمد أهلا بك وصباح الخير عليك، جمعة مباركة إن شاء الله. السلام ورحمة الله. أهلا بك، تفضل نسمع مداخلتك. تفضل. برنامجكم جميل جميل مرة والله. تسلم يا رب. الله يبارك فيك. والله انا وصار في واحد يودي امه ولا ابوه دار العجزه. والله يا اخي ديل جنة بيهم، كيف تودي دار العجزه؟ طيب يا محمد، ممكن ما توديه دار العجزه وتخليه في البيت ويكون هو متضايق ويكون دار العجزه ده خيار حقه هو ذاته. لا انا والله واحده من المشكلات برضه. انا برضه برعاه زي ما رعاني يعني. انا برعاه زي ما رعاني يعني. هو انت ما بدك كبير، قال الحمد لله بدك صغير ورباك وعلمك ودرسك وفهمك كيف ودي. بعدين دي نحن ما عندنا في السودان الحمد لله. شنو ما عندنا؟ العاده دي ما عندنا الواحد يودي ابوه دار العجز. والله للاسف يا للاسف يا محمد، موجود عندنا دور الايواء، وفي الاونه الاخيره ازداد العدد فيها اضعاف اضعاف. والله سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. والله يا ربنا إن شاء الله يفتح الحال. إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يفتح الحال، لكن الواحد يودي يا أخي. الله أمك وأبوك دي لو جلست معاهم دقيقة واحدة بس أنت تكون في نعيم العمر كله. والله يا ربنا يصلح الحال. أي يعني عبارتك دي ربنا يصلح الحال. أيوه يعني جميلة ودخلت جواي حقيقة، ربنا يصلح الحال إن شاء الله. ربنا يصلح الحال. اي والجماعه اللي بيودوا الواحد امه وابوه ان شاء الله ربنا
يصحى حالهم ويراجعوا نفسهم، الواحد يجيبهم وابوه. ان شاء الله والله ان شاء الله. شكرا لك محمد، شكرا لاتصالك ومشاركتك معنا. انا في انتظار اختصاصي علم الاجتماع. انا دارس اعرف الراي العلمي انه الزول ممكن يكون طبيعي انه يودي اسرته امه وابوه دار العجزه، والوقع الحاجه دي عليه على المسنين شنو؟ حتى اذا كان هو اصهر لنا انه والله قبلان، هل واقعه عليه مؤلم والى اي درجه من الايلام؟ وإذا كان الموجود في البيت، في بعض منهم بفضلوا دور الإيواء عشان يقدروا تكون بالنسبة لهم متنفس. شنو الحاجات اللي ممكن نحن تتعامل وتكون معالجات حتى إنه نصبح مجتمع متماسك، مجتمع قوي، مجتمع يحافظ على الكبار قبل الصغار، مجتمع يحافظ على الإرث والعادات والتقاليد. الكبار هم إرثنا وثقافتنا، هم الحياة بأكملها. أنا في انتظار انضمامه لنا دكتور عبد الناصر علي الفكي، اختصاصي علم الاجتماع والأستاذ بعدد من الجامعات السودانية والناشط الطوعي واللي عمل يعني كثير جدا في مجال الكبار السن والارتقاء بكبار السن والارتقاء بالمجتمع السوداني. أنا في انتظار انضمامه لنا، وأيضا في انتظار المشاهدين والمستمعين عبر رقم الهاتف 0187 45 60 80، هاتف التواصل بيننا وبينكم. أنا لسه بتمنى إني أسمع صوت يرجع واحد من الموجودين في دور إلى بيته. بيوت عمارات شاهقة وسيارات فارهة كانت ملكها أو ملك الأشخاص، هم الآن موجودين في دور الإيواء. دكتور عبد الناصر ازيك وصباح الخير عليك. صباح النور وصباح العمل والأمل. أهلا بك معانا، وإنت دايما زول متفائل وزول تعمل من أجل الارتقاء بالمجتمع السوداني. موضوعنا الليلة يا دكتور عبد الناصر، موضوعنا أحسب إنه موضوع الحديث فيه مؤلم وما حقنا وما بيشبهنا، لكن لابد من إنه نضغط على الجرح حتى إنه نعالج هذه الظواهر اللي بفتكرة في رأي الشخص ظواهر سالبة على المجتمع السوداني. وجود المسنين في دور الإيواء ثلاث محاور، تحدث عن الأثر النفسي لوجود المسنين في دور الإيواء، وما هي الأسباب اللي ممكن تؤدي بهؤلاء المسنين إلى دور الإيواء، وهل دور الإيواء قد تصبح متنفس لكبار السن بعد وجود وسط أسرتهم وعائلتهم؟ تفضل. طيب مرحبا بكم، وإنتوا الليلة بإذاعة الخرطوم تتناولوا موضوع مهم جدا، يعني هو جزء من تطور الحياة وتعقيداتها. يعني يمكن تحسن ظروف الحياة جعل إنه معدلات السن هي مرتفعة، فلذلك يعني ظهرت لنا كثير ممكن نقول من المشكلات. المشكلات دي في قديم في المجتمعات القديمة كان يتم حلها بإنه الإنسان المسن ده هو جزء من الأسرة وجزء من المجتمع، ويتم رعايته ويتم توفير كل احتياجاته. لكن مع صعوبات الحياة وبعض الأشياء الأخرى، يعني ما بالضرورة إنه كل الأسباب هي يتم يعني الاستغناء عن هذا المسن اللي هو عبارة عن خبرة، عبارة عن مرجعية، عبارة عن تاريخ، عبارة عن تراث. ما في كل الحالات إنه يتم باستبعاده لأنه الجسم بتاع الأسرة والمجتمع لفظه. ففي أسباب ممكن يكون بعد ذاك أصبح ما عنده شخص، أو هو كان وحيد أو كده. يعني ما يعني وجود المسن في دار المسنين ورعايته هي الحد الكبير. أنا دار أقول ما كل أسبابها هي بترجع لأسباب اجتماعية أو أسباب أسرية، فإنما أسباب أخرى خاصة للمسن نفسه، يعني إنه هو ربما يفضل إنه يكون يوجد في مكان زي ده أو ظروفه الاجتماعية والأسرية. لكن عموما هي واحدة من أماكن الرعاية وتقديم الخدمة الاجتماعية. يعني نحن طوالي بنتكلم انه خلاص في مشكله
تفاقمت في ظواهر. معلش يا دكتور، لا انا معاك في انه والله دور المسنين في ظروف بتخلي المسن ممكن يكون موجود فيها، لكن انا دائما باخد الشيء السلبي بخلي الشيء الايجابي. الشيء الايجابي احنا متفقين نعم. عليه، لكن دايرين نصلح السلوك اللي قد يكون ما سوي. هم في ناس ظروفهم لازم بيتحتم عليهم يكونوا موجودين، احنا مؤمنين عن الحاجه دي، لكن في اخرين مكانهم الطبيعي ما دار. طبعا طبعا يعني في ايوه. بالاضافه لده انا بس ما حبيت يا استاذ ريم انه يعني يتم تعميم تام انه وجود المسنين في دار رعايه المسنين انه هو نتاج اسباب اجتماعيه او اسريه او كذا، لكن في اسباب اخرى بترجع ربما للمسنين ذاته. لكن في الغالب العام انا معاك، ظروف الحياه وتعقيداتها والمشاكل الاسريه هي الى حد كبير بتسهل في انه هذا الشخص لا يجد الرعايه المناسبه، لا يجد يشبع حاجاته المطلوبه اسريا وفسيولوجيا ونفسيا، فلذلك يفضل انه يبتعد. فوجود المسنين يا اما يكون بقرار من محكمه او الشرطه، او هو نفسه ذاته يمشي مراكز ايواء. لكن مراكز ايواء في حد ذاته هي مؤسسه عظيمه جدا، يعني بتحقق لهذا المسن كل احتياجاته وكل الاشياء ويعيش في حياه كريمه، ويتقدم له الخدمه الاجتماعيه في رعايه المسنين، وهو مجال من مجالات الخدمه الاجتماعيه، وكذلك يتم ارشاده النفسي وتوفير وكثير من المتطوعين اللي بيقفوا مع هذه مراكز الايواء. لكن برجع في الاخير بقول انه خلاص احنا ابتدينا الى الحد الكبير نتعامل مع الاسر النوويه، الاسر الصغيره ابتدت مع صعوبه الحياه ومع تكاليفها ومع ازماتها الاقتصاديه ننحسر مدارة البيت الكبير ذاك والنفاج بين البيت والآخر وأبناء العمومة والأهل، وحتى الشخص اللي بيكون متزوج من كم زوج بيكونوا عايشين في حوش واحد في نوع من الحميمية بوجود الجدة والجدة، وده كله بيسهل لنا لحد كبير في التنشئة الاجتماعية سليمة. فأفتكر إنه تعقد الحياة وصعوبتها هو أيضا أسهم لنا في وجود دور للمسنين. لكن ده الكلام اللي اتكلمت عنه انا في بدايه الحلقه وانت كنت متابع، في انه زمان حتى الخاله والعم اللي ما عندهم اولاد وما كده، اولاد اخواتهم بيحتضنوهم وبيعاملوهم معامله جميله الى ان يفارقوا الحياه، بيفارقوها بعزه وموجودين في وسط البيت، حتى ما بحسسوهم انه هم ما عندهم. الان التفاصيل دي بدات تتلاشى للاسف الشديد عندنا في المجتمع السوداني. نعم، ده انا رجعت الى شيء ما لمجال صعوبه الحياه ذاته. يعني لما مجال صعوبه الحياه، وبعدين في احيان كثيره برضو الزوج او الزوجه في انهم ما يتفهموا المساله دي. لكن في الاول والاخير نفهم تماما انه هذا الكبير وهذا المسن لديه فضل كبير علينا، وهو بمثابه مستودع لكل حل مشكلاتنا ول خبراتنا في مسائل التنشئه الاجتماعيه وكيفيه مجابهه صعوبه الحياه وكيفيه اختيارنا للزوجه وكيفيه، يعني هو ما يفرض علينا، لكن الى الحد الكبير هو بيكون لنا بمثابه المرجعيه الاجتماعيه والاسريه. وبعدين حتى اطفالنا لما يحسوا وجود شخص كبير اب او جده او جد بيناتهم، هو ده نوع من الحميمية والألفة والتماسك بالمناسبة في المجتمع. ونحن ذاته بنعودهم إنه يكتسبوا آليات السلوك في المستقبل يعاملونا ذاته. ونحن ما خلاص إذا ربنا أمد في العمر لكل أب أو أم إنه كيف الأبناء يعاملوه في وجود شخص غريب ثاني، لأن ابني ده أنا حيجيب لي زوجة مشكلة أو بنت حيجيب لي زوج. إذا لم يرى هذا الأسلوب أنا بمارسه الآن في وجود الأب أو الأم، هو مستقبلا ربما يمارس نفس السلوك. ما عندنا مثل سوداني يا دكتور بيقول لك في والدك تقالدك. صح، بالتأكيد، يعني ده مثل من صميم الواقع وبعبر تماما عن المثل. لكن يا أستاذ ريم أنا أمشي ما خلاص دي المشكلة، خلاص وجود دور للمسنين والمسنات هو أصبح حاجة في المجتمع واقع. أيوه، رغم إنه النسب ما كبيرة يا أستاذ ريم. طيب المطلوب مننا شنو؟ ان هذه الدور هي تتم تاهيلها بشكل تام على المستوى توفير احتياجاته. طبعا دي دور حكومي. هو السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الدور دي هي مستوفيه الشروط حتى انه تصبح فعلا هي دور ايواء للمسنين؟ طالما نحن نتكلم عن فعل وعن سلوك هو لاقي
بعض الاستهجان او لاقي عدم القبول، ورغم انه هي مساله خلاص هي بعض هذه الدور مسؤوليه حكوميه تحت مسؤوليه افتكر وزاره الرعايه الاجتماعيه والعمل الاجتماعي، هي مسؤوليه تجاه الدوله. هنالك بعض المؤسسات برضو بعض الخيرين عملوا مؤسسات خاصه للمسنين او المسنات، ولكن طالما انه نتكلم عن انه هي حاجه جديده او نحن بنعاين لها بنوع من القبول العام، فبالتالي لازم نحن نجتمع يحصل فيها نوع من السند المجتمعي. احنا لما كنا طلاب يعني زمان كنا يعني حريصين جدا انه الاساتذه كانوا يصحبونا لهذه الدور وننظم البرامج في الاعياد في المناسبات الوطنيه والمناسبات الدينيه، لكن يعني يحسوا انهم هم جزء من المجتمع، انه المجتمع ده ما لفظهم، لانه مساله الاحساس بالوسط الاجتماعي والبيئه الاجتماعيه هو مساند ليك او واقف معاك، ده على المستوى المجتمعي. لكن افتكر انه الدوله ايضا عليها انها توفر الرعايه الطبيه، توفر لهم العلاج، توفر لهم الارشاد النفسي، توفر لهم الدعم والمسانده، الناس المختصين في رعايه المسنين في مجال الخدمه الاجتماعيه، ده كله الى حد الكبير هو يسهم لنا في اننا نوفر حياه كريمه لهذا الانسان الذي كان بالتاكيد قدم عطاء وقدم اسهم في حياته كلها. طبعا يعني انا عشان كده بقول المسن ده هو مستودع، مستودع لخبرات، مستودع لممارسات، مستودع الى الحد الكبير الاجيال بتستفيد منه. فلذلك عمليه التواصل والحياه كده يعني دي دائره الحياه اصلا، يعني ولاده موت وهي مستمره. احنا لكن كيف نفكر كمواطنين او كمجتمع او كاعلام، اول مسؤوليه الاولى على الدوله وعلى بعض المسؤوليه على مؤسسه المجتمع المدني انه كيف نقدر نوفر حياه كريمه لهذا الانسان، يعني هو في لحظه ما خلاص اصبح لنا هو 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 محتاج لنا. فدي كلها يا سزرين بالتاكيد هي في وسائل في اساليب متبعه يعني بشكل علمي صحيح انه تسهم في انه المسن هو جزء من المجتمع وله حقوقه وعنده واجباته يعني. والله نتمنى انه الرسائل دي تصل للناس اللي تابعونا الان. نحن نتحدث عن الاهتمام بشريحه المسنين، وزي ما انا ذكرت وانت ذكرت في البدايه نحن بنقول في ايجابيات، ما عايزين ما هي خلاص هي موجوده، نحن عايزين السلبيات نعدلها. لابد من يكون في مسنين موجودين في الدور، المسنين لظروفهم الخاصه، لكن وجود الـ 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 الآخرين اللي ممكن يكون عندهم بيوتهم وتفاصيلهم وأسرهم وجودهم في الدور نحن بنرفض رفض كبير يا دكتور، وبنادي من هنا بإعادة إرجاعهم لأسرهم لبيوتهم ولتفاصيل حياتهم اللي كانوا عايشينها. رسالة أخيرة دكتور عبد الناصر قبل أن تختم معنا، لكل الناس تتابعوك الآن نتحدث عن الاهتمام بشريحة المسنين. والله أنا أول حاجة بقول إنه خلاص الوجود مسنين ده اصبح هو واقع وحقيقه، يعني لا تقبل الجدال انه في مجموعه من المسنين الان في المجتمع اصبح بالضروره لازم يكون يعني المراكز الموجوده للمسنين والمسنات يتم تاهيلها، يعني مراكز الايواء يتم تاهيلها ويتم تهيئتها بالشكل الافضل. افتكر انه يتكامل فيها الجهد الحكومي كواجب للدوله انه هؤلاء عندهم حق في الدوله. الشغل الثاني انا بفتكر انه برضه مؤسسات المجتمع المدني والشباب كلنا نحن شايفين كيف شباب السودان يعني في ثورتنا دي انهم بيسهموا في كل حل كل المشكلات في الفيضانات في الكورونا في كده. الان هنالك مجموعات من المتطوعين والمتطوعين باستمرار بيكونوا في ونحن نشيد بالمساله دي في دور المسلمين. وتوفير الجانب الممارسي، يعني المسنين دول في جانب بتاع مهني ممارسي مختص اللي هو في مجال خدمة اجتماعية في مجال المسنين، انه يعني يفرض لهم مجال في انهم يمارسوا عملهم، كذلك في الارشاد النفسي. وافتكر انه ده دي مسألة مطلوبة، يعني نتعامل يا استاذ ريم اول حاجة المسنين دول حقيقة. الحاجة الرسالة الثانية انه بقدر الامكان انه المجتمع السوداني والاسره السودانيه هي
تتفهم. دكتور بالرغم من انه انا كنت عايز اختم معاك، لكن في نقطه يعني يا ريت لو نتكلم فيها سريعا. هل هنالك مسنين موجودين في الدور وهم نفسيا رافضين وجودهم هناك؟ والله ما مرات هو بيتغصب، يعني في مسن وجد في الدار غصبا عنه، ربما لمعامله اسريه، ربما لاحساس، وهذا طبعا ده الزور اللي بيتكلم عنه نحن الان، ايوه، ربما احساسه بغربه او باحساس انعزال عن المجتمع، فلذلك هو يفضل الحد الكبير، يمشي حته يرتاح فيها في الحته، انه بيلقوا ناس في سنه يلقى يعني مشاكل يعني تكاد تتشابه. لا انا اقصد في مسنين موجودين في الدار ومتأزمين جدا من وجودهم في الدار. طبعا لكن انا اتكلمت عن الازمه دي، في ناس مختصين بعد ذلك بيقوموا يتعاملوا معاها، يقوموا يعني يعملوا لهم نوع من التوافق مع المجتمع الجديد اللي هم موجودين فوق، يعني علاج، رعايه، متابعه، كله في الاشياء دي هي خلاص، يعني احنا بنتمنى انه هي تتم على الشكل الامثل يا استاذ ريم. يعني فعلا في مشكلات في دور المسنين، لكن نتمنى انه، ورغم انه الحكومه باذله جهد والمجتمع المدني باذل والمتطوعين برضه كتار باذلين جهد، نتمنى انه المدني تمشي للشكل الافضل يعني. ان شاء الله، شكرا لك كثير دكتور عبد الناصر على الفكيه اختصاصي علم الاجتماع والاستاذ بجامعه افريقيا العالميه، انضمامك لنا وحديثك عن اهميه التعامل وكذلك ذلك الحديث عن دور الايواء، شكرا جزيلا. ومن هنا أنا خليني أقول تعظيم سلام لكل العاملين في دور الإيواء، ناس روحهم طويلة وبالهم واسع، ناس فيهم الخير، أنا بفتكر إنه قادرين يتعاملوا مع شريحة أو شريحة من المجتمع مهمة أو شريحة خاصة جدا، شريحة بتتعامل بحساسية. فمهما كان يمكن كلام دكتور عبد الناصر في إنه إلى حد كبير مقبول وجود المسن في الدار، نحن بنقول مهما كان هو قابل الحاجة دي في جواب يكون رافضة، ومهما أظهر إنه قابل، لو زي ما أنا ذكرت قبل في إنه ما بقول والله أولادي غلطانين علي أو بناتي غلطانات علي، لكن بيحاول يجمل صورتهم، فمهما يكون ظاهريا هو قبلان، جواه بيكون ما قبلانا، وجواه ممكن يكون متأثر، وعشان كده ظهروا اختصاصي علم النفس داخل الدور لمعالجة الإشكاليات والأثر النفسي اللي ممكن يكون. حواصل مع المشاهدين، وبرضو انضم لنا الآن اختصاصي علم اجتماع نجلاء. أستاذ نجلاء أهلا بك وصباح الخير وجمعة مباركة عليك إن شاء الله. وعليكم السلام، صباح النور وجمعة مباركة علينا وعليكم، ربنا إن شاء الله كده حقق أمان الجميع كده ويزيل الغم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ نجلاء نتحدث عن الاهتمام بشريحه المسنين واهميه الاهتمام بهم والاثر النفسي والاجتماعي عليهم. نتكلم عن الاهتمام بالمسنين واهميه حسن التعامل معهم والاثر النفسي والاجتماعي. التعامل معهم. المسنين او كبارنا وحبوباتنا وابائنا وامهاتنا عماتنا خالاتنا، هم حبايبنا، وهم اللي احنا اصلا قمنا بحسهم وبروحهم معانا. احنا كوننا شخصياتنا على اساسهم، احنا هم كانوا قدوتنا وما زالوا قدوتنا للحي منهم ان شاء الله. ان شاء الله. فالاهتمام بالشريحة بتاعت المسنين من الأهمية بمكان، عشان هم الوقع النفسي عليهم مهم شديد جدا، عشان هم يقدروا يواصلوا ما تبقى لهم من الحياة. أي تصرف يكون مننا، أي تصرف ردة فعل مننا تجاههم، هم ممكن يترجموه إذا كان التصرف سلبي ترجموه طوالي سلبا، عشان كده إحنا لازم نخد في اعتبارنا اهتمامنا بهم، وخد في اعتبارنا الجانب النفسي ووقع الكلمات اللي إحنا بتطلع من خشومنا.
يعني احنا عشان الكلمه عشان نقولها لهم نقوم نقلبها مليون مره في راسه قبل ما نطلعها، لانه هم ما الناس الممكن يترجموا الحاجات على حسب شخصيتك انت الواقف جنبهم، هو بيقصد ولا ما بيقصد، هو بترجم الاشياء على حسب ما هو فاهم ايوه او ما هو في اللغة. عشان كده من اهميه من المكان احنا نهتم بالجانب النفسي له، لانه له وقت سيء جدا عليهم سلبا او ايجابا، يعني ممكن يكون وقع سلبي او ايجابي. ايوه يبقى ان احنا محتاجين انه نقدم شنو اذا كان في تفاصيل البيت، اذا كان حتى انا بتكلم عن الكبار الموجودين في البيت، ما الموجودين في دور المسنين فقط، يعني في كبار طرحي الفراش وموجودين في البيت، احنا عندنا دور كبير تجاههم كمجتمع وكأسرة صغيرة. ايوه احنا رعايتهم وحاجاتهم اليومية المحتاجة احنا كيف نقدر ننظم لهم نرتب لهم نحسسهم اننا احنا عايزين لهم معانا طوالي، نحسسهم ما نحسسهم باننا اتضايقنا من 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 كثرة اسئلتهم من كثرة طلباتهم. وفي بعض الكبار السن ممكن يعني يطلع من البيت يفتح الباب الشارع ويطلع وكده، احنا كيف نقدر نحميهم من الحته دي؟ نحسسهم انه احنا عايزين لهم معانا، ما احنا تضايقنا منهم. سواء كان عندهم علاجات، عندهم ادويه، في اوقاته كيف احنا نقدر ننظم عليهم؟ هم يحسوا الاحساس الطيب ده، اذا هم حسوه هم حيستمروا معانا بامان وبكلام، وحتى عضويا اي حاجه طبعا نفسيه بتنعكس عضويه، حتى عضويا هم حيكونوا سليمين ان شاء الله. فاحنا رعايتهم حتى اولادنا احنا نوريهم كيف يقدروا يراعوهم معانا، يراعوهم مع ما يزهقوا منهم ما يتضجروا منهم، مكانهم خلوه يكون نظيف، حاجاتهم الشخصية من استحمام من تغيير ملابس انها تكون نظيفة كده، ده يحسسهم، لانه عشان ما نحسسهم بالعجز وبالضعف انه خلاص بقى انسان لا فائدة منه، انه خلاص يعني رسالة في الدنيا انتهت، انه خلاص مش راضي يومه. حقيقي احساس وجوده بالحياة، احساس وجوده في الحياة وحياته بالحياة، أساس وجوده بالحياة، وإنه هو لسه ممكن أحكي، وإن الناس دي متقبلاه كما هو. أنا أتقبله كما هو بعلاته كلها، لأنه هو تقبلني وهو إلا متقبلني برضو زي ما أنا، يعني هو تقبلني زمان لما أنا كنت صغير، تقبلني بعلاتي واستحملني وطول بالي لي، يلا ده أنا المفروض أرد له حتى برغم وقت سداد الدين. نعم برغم الضائقة وبرغم الضغوط الحياتية اليومية الزمن ده، لكن أنا ما أحسس بها، أجي وأشرح له وأقعد معه، والله الحافظ كده وكده وكده كده، أخذ في الصورة بعاي، وأناقشه وأحسس إنه موجود يعني، وأناقشه أيوه قاعد أحكي لي زمان كان كده وهسه كده، وأعمل لي مقارنة بين زمان وبين هسه، أخذ زمن له، حتى إذا أنا ما كان عندي زمن أخصص له زمن أقعد معه، عشان هو في النهاية هو حقي وهو زولي كويس، وهو يحس بإنه هو زول لسه ممكن يحكي، ممكن يحط رأيه، ممكن يقول رأيه، ممكن رأيه يكون صح، ممكن رأيه يكون غلط، ممكن يتناقش، لكن ما خلاص يتخطى في الرف. أستاذة رجلة والله كلامك جميل وكلامك سمح، ويا ريت اللي بيسمعوك الآن يعملوا به والعامل به يعززوا أكثر وأكثر في أنه يعيد الثقة للكبار في أنفسهم ويعيد لهم الحياة من جديد. شكرا لك كثير وشكرا لانضمامك لنا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تسلم، ربنا يخلي لنا كبارنا إن شاء الله يا رب، منهم الميتين ربنا يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. إحنا حنتواصل مع المشاهدين لكن حنمشي فاصل، وقبل الفاصل من الحاجات الجميلة عندنا في المجتمع السوداني وأنا بقول دائما حلقتنا أو موضوعات اللي إحنا بنطرقها في صباح الجمعة فيها الإيجابي، الإيجابي إحنا مؤمنين عليه وجميل جدا وعاجبنا، لكن السلوك السلبي إحنا عايزين نسلط الضوء عليه، حتى إنه
نعدله كلنا سوا. من الحاجات الجميلة في المجتمع السوداني إلى الآن في بعض الأسر الكبيرة والأسر حتى الصغيرة، في إنه إذا كان هنالك عقد قران وعقد لزواج بيفتشوا الكبير وين، يقول لك والله يعقد لي فلان لولدي أو يعقد لي فلان لبنتي، وبيمشوا له في مكانه حتى لو كان في أطراف المنطقة بيمشوا له ويجيبوه عشان يجي يحضر العقد. وبتجي تلقى انه ناس المناسبة في لحظة العقد طوالي بيتذكروا الكبار الفارقون، وبتلقى انه دموع الحزن بدأت تنزل، وله والله كنت أتمنى انه أبوي يحضر عقد بنتي أو عقد ولدي، وكذلك أمي تكون حاضرة في اليوم ده. علشان كده بنلقى دايما انه حريصين على الكبار يكونوا موجودين في مناسباتنا. الله يخلي كبارنا، أمي أبوي يما ويابا خالتي وعمتي وأمي فلانة وأبوي فلان، إن شاء الله دائما أنتم موجودين بيناتنا ومكانكم ما بتتسدى مهما كانت الظروف، مكانتكم ما بتتسدى وما في زول بيزيد هذه المكانة، وتظل المكانة خالية ما لم تكونوا أنتم موجودين فيها. فاصل ونرجع نتواصل، خليكم معنا.